بعد ما الدنيا فضلت مقلوبه على خدمه بلاي ستيشن بلس الجديده واتكلمنا عن الفئات كمان بتاعه بلاي ستيشن بلس، ناس كتير سالتني السؤال يا كريم، هو طب اعمل لنا مقارنه ما بين الاكس بوكس جيم باس وخدمه بلاي ستيشن بلس الجديده وانهي فيهم احسن. هنعمل مقارنه شامله النهارده ما بين بلاي ستيشن بلس وبين اكس بوكس جيم باس، مين فيهم الافضل ومين فيهم قيمته احسن بدون تعصب وشغل الفان بويز اللي ما بياكلش عيش ده. تعال بقى هفهمك الفرق ما بين الاثنين ايه، بس قبل ما نخش على الفيديو يا ريت تعمل سبسكرايب كمل مع الفيديو. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم فيرست ستيب جيمنج، انا اسمي كريم، بقدم مراجعات عن الالعاب وعن الاجهزه وبنتكلم في كل حاجه تخص الفيديو جيمز. منور قناتك يا باشا. بمناسبه ان احنا بنتكلم عن البلاي ستيشن بلس وعن الاكس بوكس جيم باس، حابب اقدم لك موقع جيمزي لان هو بيقدم ارخص حاجه يا جماعه لاشتراكات البلاي ستيشن بلس للاكس بوكس، لاشتراكات النينتندو، فري فاير، في بوكس، اي حاجه تخطر على بالك هتلاقيها في الموقع ده ورخيصه جدا. يا عم كريم انت بس عشان مدينك فلوس مدينك قرشين فانت طالع تقول الكلام دوت، لا انا فعلا يا جماعه قارنت ما بين مواقع كتير جدا داخل مصر وبره مصر عشان اشوف ارخص سعر، ولقيت فعلا ان موقع جيمزي بيقدم ارخص سعر. وخش بنفسك وشوف الاسعار وقارنها بالمواقع التانيه، لدرجه ان انا بقيت بشتري منه علشان اوفر على نفسي فلوس. اللي عايز يا جماعه يشتري من موقع جيمزي هيلاقي اللينك في الكومنت المتسبب، خش على الموقع واشتري وادعيلي عشان فعلا رخيص. احلى حاجه بقى يا جماعه في الفان بويز بتوع بلاي ستيشن والفان بويز بتوع اكس بوكس، طبعا انا في ناس بتبقى بتتفرج على القناه لاول مره ما شافش ال 250 فيديو اللي احنا عملناهم قبل كده، يجي يقول لي اصل انت فان بلاي ستيشن، اصل انت فان اكس بوكس. اقول لك بص انا فان اي حاجه انت تحبها في حياتك، يعني انا فان الملوخيه بالارانب لو انت عايز تكتب كده في الكومنتات. بس يا جماعه لازم كل حاجه تتحط في مكانها. ليه سوني غيرت خدمه بلاي ستيشن وعملت خدمه بلاي ستيشن بلس الجديده اللي احنا بقالنا شويه بنهري فيها بنقول سبارتاكوس ومارتاكوس ومش عارفه ايه وشويه بلاي ستيشن انفينيت؟ ناس كتير بتقول عشان تقدم خدمه للاعبين مش عشان تواجه الجيم باس. احب اقول لك بلاي ستيشن عامله كده علشان تنافس الاكس بوكس جيم باس، وزي ما قلنا قبل كده في فيديوهات كتير ان اللي جاي يا جماعه حرب خدمات مش حرب كونسول. موضوع الكونسول ده خلاص، الكونسولز كلها بتقدم نفس الاداء. ولو انت ما تعرفش البلاي ستيشن بلس الجديد بيعمل ايه، حب اقول لك في فيديو هطلع لك على الشاشه دلوقتي تروح تتفرج عليه عشان تفهم الفئات بتاعه البلاي ستيشن بلس، وبرده في الفيديو كده هتفهم واحده واحده معايا. ركز كده وفتح لي دماغك وفكك بقى من شغل العيال الصغيره بتاع سوني ولا اكس بوكس والكلام ده. اول حاجه هنتكلم فيها عن اكس بوكس وبلاي ستيشن وهي الاكسسبيليتي. يعني ايه؟ انا واحد مصري يا جماعه عايش في جمهورية مصر العربية، ما عندناش سوق مصري لبلاي ستيشن او اكس بوكس. في ناس لسه جديدة على الالعاب، شاري جهاز يا عيني من يومين فجاي بيقول كريم انا عايز اعمل اكاونت مصري. مفيش اكاونت مصري يا باشا، بتختار اكاونت من بلد تانية بيكون فيها حساب للبلاي ستيشن او حساب للاكس بوكس. هنا بقى نقطة الاكسسبيليتي، انهي واحد بيساعد اكتر في ان احنا نستخدم الفيزا؟ في بلاي ستيشن كارت الفيزا بتاعك المصري مش هيشتغل على اي حاجة، انسى ان هو يشتغل لان انت مش امريكاني. لو عملت حساب امريكي لازم يبقى معاك كارت فيزا من امريكا، لو عملت حساب سعودي لازم معاك كارت فيزا من السعودية من بنك سعودي، لو انت عملت حساب بلاي ستيشن موزمبيقي من مدغشقر يبقى لازم معاك كارت موزمبيقي. وطبعا مفيش حساب موزمبيقي بس انا بديك مثال عشان محدش يقول لي محدش يقعد يعد لي بلاد العالم كلها. طيب في مايكروسوفت اكس بوكس مفيش حساب مصري، لكن تقدر تربط الفيزا المصرية بتاعتك بحساب الاكس بوكس او تشترك فيها في الجيم باس. لكن في تريكايه صغيره، وان انت لما تيجي تحط عنوانك وانت بتحط بيانات الدفع لازم تحط عنوان في البلد اللي انت اخترتها. اخترت امريكا يبقى لازم تحط عنوان داخل الولايات المتحده الامريكيه. خش على جوجل اكتب اي عنوان كده هبلولا، نقي اي اسم شارع من اي مدينه وحط عنوانك مظبوط، الكارت هيشتغل معاك بدون اي مشاكل وهيفضل يخصم منك الاشتراك. فالميزه في الاكس بوكس ان الاكس بوكس في مصر بالنسبه لنا كمصريين، وبرضه ان الناس اللي ما عندهاش ستور في بلادها تقدر تستخدم الفيزا بتاعتك بان انت تحط عنوان مطابق لبلد الحساب ومفيش اي ريستريكشن. في سوني ما بتقدرش تعمل الكلام دوت، لازم تشتري كروت الشحن بلاي ستيشن واشتراكات البلاي ستيشن بلس اللي انت هتروح تشتريها من موقع جيمزي اللي احنا لسه قايلين عليه في اول الفيديو. طيب نيجي هنا للسعر. اكس بوكس بتقدم لك نوعين من الجيم باس، اول حاجه وهو الجيم باس ثم الجيم باس التيميت. الجيم باس العادي اللي هو ب 10 دولار في الشهر بيقدم لك جميع العاب الاكس بوكس زائد اشتراك اللايف جولد اللي انت بتستخدمه زي اشتراك البلاي ستيشن بلس عشان تلعب اونلاين. اشتراك اللايف جولد برضه بيقدم لك اربع العاب شهريا مجانيه،
تمام، اربع العاب مجانيه بينزلوا لك كل شهر برضو عادي جدا بتاخدهم بالاشتراك بتاعك. فالاشتراك ابو 10 دولار ده هو اللي خاص بالعاب الاكس بوكس الكونسول، يعني تقدر تستخدم العاب الكونسول. الفئه الثانيه من الاكس بوكس جيم باس وهو الجيم باس التيميت، والجيم باس التيميت بيديك اكس بوكس جيم باس للكونسول واكس بوكس جيم باس للبي سي واشتراك لايف جولد، زائد حاجه ناس كتير قوي ما بتتكلمش عليها وهو اشتراك اي اي بلاي. اي اي بلاي يا جماعه يعني العاب اي اي اللي موجوده على خدمه اي اي بلاي بتبقى متوفره لك على الاكس بوكس سواء على البي سي او سواء على الكونسول، فدي اضافه زياده كمان عشان الناس اللي بتتكلم عن حصريات اكس بوكس وهكذا. حاجه اللي بعد كده وميزه كبيره جدا في الاكس بوكس جيم باس ان الاكس بوكس جيم باس بينزل لك الالعاب من اليوم الاول، يبقى اول اشتراك ب 10 دولار تاني اشتراك ب 15 دولار. طيب بالنسبه للبلاي ستيشن بلس الجديده، الاشتراك الاساسي اللي انت بتاخد فيه خدمه تشابه الجيم باس وهو اشتراك البلاي ستيشن اكسترا. بلاي ستيشن اكسترا وهو مجموعه مختاره من العاب البلاي ستيشن 4 والعاب البلاي ستيشن 5. ولما نيجي نتكلم يا جماعه ونقول العاب البلاي ستيشن 4 والعاب البلاي ستيشن 5 مش معناها الحصريات، في العاب حصريه هتنزل على الخدمه لكن مش هتلاقي كل حصريات بلاي ستيشن متوفره على ده. وبالدليل القاطع انت لو دخلت على البلاي ستيشن ناو وشفت السوني اكسكلوسيف الالعاب بتاعت سوني بس كده على البلاي ستيشن ناو، هتبص تلاقي ان الالعاب عددها محدود جدا، مش العاب كتير، يعني مش كل الالعاب الحصريه بتبقى نازله. وتمن الاشتراك ده 15 دولار، يعني الاشتراك ده بس بيعادل الاكس بوكس جيم باس التيميت، يعني اعلى حاجه في الاكس بوكس. يليه اشتراك اسمه البلاي ستيشن بلس بريميوم. بلاي ستيشن بلس بريميوم يزيد 3 دولار لكن بيقدم لك اللعب السحابي لالعاب البلاي ستيشن 3 والعاب البلاي ستيشن 1 والبلاي ستيشن 2 والعاب بي اس بي. طيب هل كل الالعاب يا كريم هنلعبها بقى وهنهيص في الهيصه والزيطه؟ لا يا باشا، بصوا يا جماعه عايز اوصل لكم ان البلاي ستيشن 2 لوحده فيه اكتر من 5-6000 لعبه، البلاي ستيشن 3 نزل له اكتر من 4000 لعبه، البلاي ستيشن 4 نفس القصه برضو الرقم يتراوح من 4000 او اكتر، فما مش طبيعي ان انا انزل لك كل الالعاب اللي تحلم بيها في خيالك، لكن هتبقى العاب مختاره وهتفضل تنزل لها العاب مع الوقت. وهنا بقى هنيجي في نقطه السعر. انا بصراحه برجح الاكس بوكس جيم باس التيميت عن البلاي ستيشن بلس اكسترا والبلاي ستيشن بلس بريميوم. ليه؟ لان الاكس بوكس جيم باس التيميت بيقدم لك العاب الاكس بوكس 360، بيقدم لك العاب الاكس بوكس اوريجينال اللي هو زي البلاي ستيشن 2، بيقدم لك العاب الاكس بوكس 1 والعاب الاكس بوكس سيريس اس وسيريس اكس، زائد العاب البي سي، زائد العاب الكترونيك ارتس، فيفا وما خلافه، كل ده متوفر عندك، وباتل فيلد والهيصه بقى هيس يا ريس، عيش. فانت مش محتاج تدفع اشتراك زياده علشان تاخد الالعاب القديمه. الحاجه الثانيه، اكس بوكس بتقدم البث السحابي زي البلاي ستيشن بلس، بتقدم البث السحابي، لكن ده اوبشن علشان انت لو مش عايز تنزل اللعبه وما عندكش مساحه على الجهاز بتاعك فانا مش هقدرك اخليك تلعبها سحابي، لكن لو عايز تنزلها تنزلها. المشكله الناحيه الثانيه ان البلاي ستيشن 3 جيمز ما ينفعش تشتغل بالبث السحابي، وده لتعقيدات في البروسيسور اللي كان بيشغل العاب البلاي ستيشن 3 وطريقه صناعه العاب البلاي ستيشن 3، واتكلمنا عن القصه دي قبل كده في فيديوهات البلاي ستيشن 3 واللي اخر فيديو هطلع لك دلوقتي على الشاشه. طيب نتكلم بقى عن اهم حاجه وهي الالعاب. يا عم كريم هي العاب الاكس بوكس دي حلوه ولا العاب البلاي ستيشن احلى ولا ايه؟ هنتطرق للالعاب لشقين، اول شق وهو الحصريات، تاني شق وهي العاب الطرف الثالث. الحصريات معنى ان انت بتحب حصريات سوني او بتحب حصريات اكس بوكس، ده ما يخليش الخدمه بلاي ستيشن بلس احسن من الاكس بوكس جيم باس. وهنا لنقطه، لان سوني اعلنت واضحه وصريحه حضراتكم مش هينزل لكم حصريات اليوم الاول، يعني اصحاب البلاي ستيشن مش هتاخدوا الالعاب بتاع بلاي ستيشن جديده اول ما تنزل، ممكن تاخدها بقى كمان سنه، كمان سنه ونص، انت وظروفك. على العلم ان الاكس بوكس جيم باس بيقدم حصريات اليوم الاول، وكمان في العاب من الطرف الثالث، يعني العاب مش حصريه لمايكروسوفت، وبتنزل لك في اليوم الاول عادي جدا، يعني ما بتدفعش ولا مليم. ومثال على ذلك، وهنتكلم عن شويه العاب، لعبه زي رينبو 6 اكستراكشن نزلت على الجيم باس من اول يوم ما نزلتش على البلاي ستيشن، لعبه زي سكارلت نيكسس نزلت على الاكس بوكس جيم باس ما نزلتش على البلاي ستيشن، لعبه زي سايكو نوتس 2 نزلت على الاكس بوكس جيم باس بنسخه الجيل القديم والجيل الجديد، نزلت على البلاي ستيشن بنسخه البلاي ستيشن 4 فقط، والعاب ثانيه كتير بتنزل من اليوم الاول على اكس بوكس، فدي ميزه الاكس بوكس. ناس كتير بقى في اللحظه دي هتقول لي يا عم انت جاي تطبل للاكس بوكس، لا كمل معايا الفيديو علشان افهمك تختار ايه في الاخر.
اتكلمنا عن الالعاب الحصريه، طب نيجي نتكلم عن الالعاب اللي جوه بقى، وهي العاب الطرف الثالث. العاب الطرف الثالث يا جماعه تشابه في الاثنين، تقريبا في الاثنين نفس الموضوع. كل ما في الامر ان انت بتفضل تلعب على انهي كونسول. يعني لو انت جبت اي لعبه طرف ثالث، اي لعبه، العاب بثيزدا، مع ان بثيزدا هتبقى العاب طرف اول يعني من مايكروسوفت او حصريات لمايكروسوفت. لو انت لعبت فول اوت 4 على الاكس بوكس، هي زي ما تلعب فول اوت 4 على البلاي ستيشن. ايه الفرق يا عم كريم؟ مفيش اي فرق، هي نفس اللعبه. يعني ركز كده، هي نفس اللعبه. لعبت جي تي اي على الاكس بوكس، هي نفس جي تي اي على البلاي ستيشن. لعبت ريد ديد ريدمشن، هي يا جماعه، مفيش اختلاف من النسخه دي والنسخه دي في اي حاجه ايا كانت. لو لعبت فيفا هنا، هي فيفا هنا، فورتنايت هنا، هي فورتنايت هنا، فما توجعش دماغك بالقصه ديت. فالالعاب متوفره على الاثنين مع شويه تمييزات بلاي ستيشن بتحطها لالعاب نوستالجيا شويه مش موجوده الا على بلاي ستيشن، ودي معظمها بتبقى العاب البلاي ستيشن 3 والعاب البلاي ستيشن 2. ونفس الشيء في اكس بوكس، بتلاقي العاب الاكس بوكس 360 والعاب الاكس بوكس اوريجينال اللي هي برضو تعتبر متشابهه. فالميزه في الالعاب بصراحة أنا مش شايف أي فرق ما بين الاتنين إلا في حاجة واحدة، إن حصريات اليوم الأول بتنزل على مايكروسوفت اكس بوكس لكن ما بتنزلش على البلاي ستيشن بلس. طب يا عم كريم، من ناحية القيمة بقى، أنت راجل كلمنا في القيمة، بعد ما قلت الكلام ده كله أروح أختار إيه؟ عزيزي الفاضل، عزيزي الجيمر، أول حاجة لو أنت فان بوي، يعني انت بتحب كونسول عن الكونسول التاني، فارجوك روح اشترك في الاشتراك اللي يخص الكونسول اللي انت بتحبه. يعني لو انت بتحب بلاي ستيشن وماشي على طول بلاي ستيشن، ومهما بلاي ستيشن دي عملت فيا او عملت حاجة غلط، فانا هفضل مخلص وامين لبلاي ستيشن حتى لو هم يعني جوم خدوا البلاي ستيشن ومشيوا، برضه هقول لهم الله ينور عليكم، اشترك في بلاي ستيشن بلس. لو انت فان اكس بوكس وقاعد تشتم في الفانز بتوع بلاي ستيشن وكاره دنيتك برضه، عامل مشاكل وعامل الاباندا، روح اشترك في اكس بوكس. ده اول حاجة بالنسبة للفان بويز، عشان الفان بويز بيزعلوا. طيب بالنسبة للناس الطبيعيين بقى، بالنسبة لك انت شخص طبيعي، مواطن عادي جدا، مش شخصية اعتبارية، انسان عادي جدا، معاك بطاقة، بتتصحر فول وزبادي كده زي اي انسان عادي، مش قاعد بتتصحر مع ارثر مورجن مثلا، ولا ايلوي من هورايزون هي فتاة احلامك. فانت بقى اسمعني عشان انت بتفهم. اول حاجة القيمة اللي هاخدها بتبقى دايما في عدد الالعاب وشكل وتنوع الالعاب. بالنسبة للمايكروسوفت اكس بوكس جيم باس، فهو الاحسن في القيمة مقابل السعر، ويختلف اختلاف كبير وشامل عن اسلوب تقديمه للخدمة عن البلاي ستيشن بلس. فلو انت لغاية دلوقتي ما اشتريتش كونسول او بتحاول تودي نفسك لكونسول تاني، فالاوفر ليك في تمن الالعاب هو الاكس بوكس جيم باس. طيب لو انت مش متعود او ما بترتاحش مع الالعاب بتاعت الاكس بوكس، او ما بتعرفش تمسك دراع الاكس بوكس، مع ان انا مش شايف يعني في اي فرق، يعني هو يا جماعه والله العظيم كنترولر عادي جدا، عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه، وانت الكمفورت زون في دماغك او راحتك النفسيه بتكون لما بتبقى ماسك دراع البلاي ستيشن، فاقول لك روح اشترك في البلاي ستيشن بلس. لو انت اصلا اشتريت بقى جهاز بلاي ستيشن، فانت ما عندكش اختيار اخر غير ان انت تشتري بلاي ستيشن بلس، لكن مش هتبقى موفره بالنسبه لك في موضوع الالعاب، لان انت هتلعب العاب قديمه. ولو انت كاجوال جيمر وبتتسلى، برضو حاجه كويسه جدا ليك. القيمه الفعليه فين بقى؟ لا تخيل معايا بقى، عايزك تتخيل لو انت عندك اكس بوكس وعندك بي سي، هل وعندك اشتراك جيم باس التيميت زي كده، اللي بيحصل ايه؟ ان انا بقدر العب على البي سي العاب الاكس بوكس، والعاب البي سي مختلفة عن العاب الكونسول يا جماعة، يعني في العاب بتنزل للبي سي بس، وبلعب العاب اي اي، وباخد الالعاب المجانية، وعندي المكتبة الخزعبلية الخرافية اللي انا بقعد اعيش عليها بقى في الاكس بوكس جيم باس. ده بعيدا عن ان اداء جهاز السيريس اكس ولا اروع ولا احلى، مفيش مشاكل، يعني ما بيعطلش، ما بيهيسش. طيب هل يا كريم انت بقى مشترك في البلاي ستيشن بلس؟ احب اقول لك انا مشترك في البلاي ستيشن بلس، لان انا بستذوق كل الالعاب، الجيمز دي بتعجبني والجيمز دي بتعجبني. لكن مثلا لو انا نفسي العب لعبه واللعبه دي مثلا مش متوفره على البلاي ستيشن بلس، او مش موجوده في مكتبه الالعاب بتاعتي في البلاي ستيشن، فبروح العبها على الجيم باس بدون اي مشاكل. والعكس صحيح، وده نادرا ما بيحصل الا في الحصريات بتاعت سوني. فالميزه اللي بتميز بلاي ستيشن عن الاكس بوكس، واللي الناس بتقعد تعيد وتهري وتزيد فيها، وهي نقطه الحصريات. حصريات سوني، حصريات قصصيه، سوني بتنزل حصريات اكتر على البلاي ستيشن 5 اكتر ما مايكروسوفت بتنزل على الاكس بوكس، وده يرجع لسبب ان سوني البرودكشن عندها في الانتاج الالعاب ده شغال من زمان. اكس بوكس عايز اقول لكم السنه دي هتلاقوا زربيح العاب كده جاي في وشكم، السنه دي والسنه الجايه. فموضوع الحصريات ده للاسف
سوني فشلت ان هو تقدمه لنا على البلاي ستيشن بلس. لكن انا عندي اقتراح، وياريت لو سوني عملت كده هيبقى فعلا البلاي ستيشن بلس الجديد هو انسب اختيار ليك، وهيبقى اختيار جميل جدا لجيمرز كتير قوي، ان هم يقدموا نفس خصومات البلاي ستيشن بلس على الالعاب الجديده بتاعت اصدار اليوم الاول. يعني لما اجي اشتري جاد اوف وور الجديده، جاد اوف وور راجناروك، مفيش حد مش هيشتري جاد اوف وور. على الاقل لو انا مشترك في البريميوم او في الاكسترا اديني حقي، اعمل لي خصم 20-30% بدل ما اشتري اللعبه ب $70 اشتريها ب $50، لان موضوع الاستغلال المادي بتاع سوني فاق الحدود والتوقعات، واعتقد ان سوني هتعدل على الخدمه ديت في المستقبل. في الفيديوهات اللي جايه يا جماعه في حاجات كده خبايا في الكواليس، وهي ان كفه حرب الكونسولز او كفه شركات عن شركات مشهوره بدات تعلى، وبدا الموضوع يختل. العهد القديم خلاص انتهى. عايز تعرف اكتر تعمل سبسكرايب وتنزل تكتب لنا في الكومنتات، هل فعلا خدمه البلاي ستيشن بلس دي تنافس الجيم باس، ولا الجيم باس في حتة لوحده كده يحلق بعيدا؟ انا رأيي سوني بتحاول تلحق القطر. يا رب يكون الفيديو كان مفيد، يا رب يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو تنساش تعمل سبسكرايب. كل سنة وانت طيب، نورت قناتك فيرست ستيب جيمينج. شوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.